ولسه معاكم والعرض الخاص لفيلمنا النهارده. ويسعدني يكون معايا فنانه شابه الحقيقه تالقت من خلال مجموعه من الاعمال الفنيه الجميله، هي المتالقه دائما نهى عادل. بقول لك منوره الدنيا كلها. اهلا بيك، ميرسي جدا. عايز اعرف بقى في البدايه سبب حرصك على حضور العرض الخاص لفيلم حمله فرعون النهارده. طبعا انا جات لي الانفيتيشن من المنتج محمد السكي، وطبعا كان لازم احضر العرض الخاص لان انا يعني متابعه طبعا كل افلامه، وجايه بارك طبعا لروبي ولعمرو سعد، ويعني ان شاء الله بالنجاح باذن الله ليهم. الله باذن الله. رمضان 2019 كنت مختفيه لكن ظهرتي من خلال بعض الاعلانات. عوضتك شويه الاعلانات عن الاعمال الدراميه التلفزيونيه. هي طبعا يعني مش عوضتني، هي حلو ان الواحد يكون متواجد، بس متواجد بشكل مناسب يعني بحاجه مختلفه. غير كده انا لو كانت عرض عليا حاجه مش مناسبه يعني كمسلسلات ما كنتش هعملها برضو. وبس في مسلسلات حلوه السنه دي زي ولد الغلابه وزي الشمس ومسلسل قابيل لمحمد ممدوح، ده يعني اعمال كويسه يعني.